وسط مخاوف كبيرة من تداعيات التغير المناخي عالميا والذي بات تهديده أكثر شراسة، أقامت مدينة بالتيمور الأمريكية دعوى قضائية على 26 شركة نفط وغاز، وذلك لتسببها عن علم بالعواقب الكارثية للتغير المناخي. وتعد تلك القضية أحدث القضايا في سلسلة تحمل شركات النفط والغاز مسؤولية التغيير المناخي الناجم عن الانبعاثات الكربونية من الوقود الإحفوري المحترق. الدعوى أكدت تأثر واحدة من أكبر المدن الساحلية الأمريكية بارتفاع منسوب مياه البحر والتغير المناخي، مما ألحق الضرر بممتلكات وأحدث خسائر اقتصادية وأثر على الصحة العامة. وشهدت منطقة بالتيمور خلال 3 سنوات عاصفتين لا تحدثان إلا مرة كل 1000 عام. وتأتي تلك الدعوة بعد رفض قاض أمريكي لدعوى قضائية تاريخية أقامتها مدينة نيويورك بعدة مليارات من الدولارات ضد أكبر 5 شركات في العالم إنتاجا للنفط. ورغم أن أكبر 10 شركات بترول عملاقة وقعت اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الإجراءات والاستثمارات لمكافحة تغير المناخ والحد من غازات الاحتباس الحراري، إلا أن الأبحاث التي تستعين بها الدعاوى القضائية تربط بين إنتاج النفط والغاز وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية.